السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم في قناة فن المطبخ والبيت مع بعض. النهاردة وصفتنا المقلوبة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت. معايا شرايح بصل وبطاطس متقطعة وطماطم وبدنجان، معايا رز ده الاساسي فيها، ومعايا حمص مسلوق. ونيجي هنا للتوابل بتاعتنا، توابل موجودة في كل بيت اكيد. معانا كركم، ومعانا ورق لوري، ومعايا لومي، مكعب من المرقة، وبابريكا، وقرفة مطحونة، وجنزبيل مبشور فريش، وعيدان من القرنفل كام واحد، وملح، وعيدان من القرفة. عندك القرفة عيدان ماشي، ما مش موجودة خلاص مش مشكلة، لو عندك حبهان حطي. خلاص يلا مع بعض على الطاسة نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي حطيت الطاسة على النار، عايزة الزيت بتاعها بس يقدح. شايفين الزيت مش كتير، مش حاطة كتير يعني، شوية، لان انا مش عايزة الزيت غزير فيها. دلوقتي حبايبي بعد الزيت ما قدح معايا سخن، هننزل بالبطاطس. انا عايزة بس ايه اديها دقيقة ونص، مش اكتر من كده، تتقلب على الوش الاولاني والتاني. دلوقتي حبايبي انا هقلبها اهو، اديها بس نص دقيقه كمان وخلاص، مش عايزاها اكتر من كده، انا عايزاها مستويه. هنجيب طبق معانا وهنحط فيه مناديل مطبخ وايه، ونطلع البطاطس. خلاص كده خدت الدقيقة ونص، هسيبها بس تنزل الزيت بتاعها. نيجي هنا للباذنجان، شرايح الباذنجان هننزلها. بسم الله، شايفين الزيت مش كتير يعني، حبة قليلة يعني، يدوب بس شوية. هنجهز الحلة بتاعت المقلوبة اللي هنحط فيها المقلوبة بتاعتنا. دلوقتي هنقلب على الوش التاني. معلش النور كان قاطع. هنسيبه نص دقيقة بس عشان ياخد ايه الوش. انا سلقة هنا الفراخ في الحلة دي اهي، بس سايباها تستوي عشان احنا هنعمل بالفراخ، هنعمل جنبيها فراخ. وممكن تحطي قطع اللحمة المسلوقة، يعني تسلقي لحمة وتحطيها ايه شرايح كده او قطع في مع المقلوبة من تحت، يعني بعد ما تخلصي خالص الفرش بتاع البطاطس والطماطم والبصل والبدنجان والحمص، هتحطي هترصي اللحمة المسلوقة او الفراخ المسلوقة لو انت عايزة تحطي جواها فراخ. ممكن تعملي الفراخ برا تسلقيها عادي، وتعمليها باي طريقة انت حباها. دلوقتي كده خلاص معايا، هركنها كده، هصفيها على ورق المطبخ او على مناديل المطبخ. بعدها هنزل البصل،
اول حاجه يعني بشوح البطاطس وبعد كده الباذنجان وبعدين البصل وبعد كده في الاخر الطماطم. يعني اهو شويه برضو لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا دوب مش هياخد دقيقه بالظبط. عايزين بس ايه لونه بس كده، اديله صدمه على الطاسه بتاعتي. لو عايزه البصله دايما تدبل معاكي حطي عليها رشه ملح وانتي بتحمريها. دلوقتي نشيلها خلاص. هننزل بالطماطم بصوا ما شاء الله ريحة جميلة جميلة والله بتاعت التتبيل بتاعنا ده في الطاسة. يعني ما شاء الله ملك المطبخ عندي ريحة حلوة جدا الله أكبر. يا رب تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. طريقتها سهلة وبسيطة وهتعجب ولادكم جدا لأنها من الأصناف الخفيفة الحلوة. دلوقتي حبايبي خلاص أنا هحط كده على الطماطم خلاص هركنها على جنب. مش مشكلة يعني مش هحطها على ورق مطبخ ولا حاجة لأن يعني كده كده هتبقى في أسفل الحلة. يلا مع بعض نرص الحلة بتاعتنا. دلوقتي حبايبي أنا جبت حلة وغلفتها أهي شايفين هي، بس أنا قلت أغلفها لأن لما بتبقى بالطريقة دي بتبقى إيه سهلة إنك تقلبيها بسرعة. لو عندك تيفال يبقى مفيش مشاكل مش هتعملي اللي أنا عملته. خلاص كده هروح جايبة الباذنجان أول حاجة بسم الله ورصاه في الحلة بتاعتي. بعد كده اهم حاجة نرص حلو كده بشكل حلو عشان يطلع كل حاجة جميلة معانا. المقلوبة من الاكلات الجميلة الحلوة جدا، هي اساسها بيقولوا فلسطيني فجميلة بصراحة، يعني الفلسطينية ابدعوا فيها بجد. والشوام والناس دول خلاص. يلا نبدأ بسم الله. نعمل البطاطس على الجنب كده. ممكن تكتري انتي البطاطس، انا عاملة بس مقادير صغيرة على قد أكلتنا بتاعت النهاردة. الأكلات دي من الأكلات الحلوة اللي بتتاكل بسرعة والكل بيحبها. لما تشوي جنبيها فرخة مثلا أو تعملوا حاجات كفتة مثلا فراخ، ممكن تحطي جواها فراخ أو لحمة مفيش مشاكل خالص. هنحط بقى ايه البصل بتاعنا اهو، هنفضيه بشويش هنوزعه في كل الحلة. وهنجيب الطماطم وزي ما قلنا في ناس بتحط عليها القرنبيط برضو بتسلقه او بتقليه قلي كده، يعني بتشوحه على النار في الطاسه برضو بتاعتنا وتروح حاطاه ايه معاه، برضو بيدي طعم حلو للناس اللي بتحب القرنبيط. اللي مش بيحب القرنبيط مفيش داعي منه عادي، هي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا بيطلع طعمها رائع. هنروح رشين بقى ايه حمص بس على قد ايه الحلة بتاعتك، عايزة اكتر من كده بتحبيه اوكي ماشي مفيش مشاكل. دلوقتي حبايبي جبت شوية شوربة وحطيت فيهم مكعب ماجي، مكعب الشوربة بتاعي عشان يدي بس طعم للمقلوبة. تمام هجيب بقى الحاجات كلها دي ما عدا العيدان بتاعت القرفة. على فكرة في عيدان للقرفة، القرفة العيدان اللي هي في احسن من كده، دي بتاعت الطحن.
بس مش موجود عندي التانية، بس التانية افضل كتير من دي. هنحط برضو اللومي هنا ونحط التوابل بتاعتنا، وبرضو هنوزع الورق اللوري. وايه اهو شايفين ازاي، وايه هنقلبها كلها مع بعض عشان هنسقي بيها الرز. شايفين لونها ازاي، هتدي للرز مذاق وريحتها ما شاء الله جميله جميله جميله. بعد ما دوبنا كده التوابل بتاعتنا في الشوربه وظبطنا الملح بتاعها، هننزل بقى بالرز. بسم الله، دول كوبايتين رز مجين كبار، هنوزعهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسقي ايه وهنغطيها. طبعا بصوا محتاجة هي شوية شوربة صغيرة. دلوقتي هنحط الشوربة بتاعتنا كده تمام. شايفين يعني شايفين المية ازاي تحت، لانه مش كلها رز، فكده حلو جدا. هنقفل بس تقفيلة خفيفة كده عشان هنغطيها بالغطا بتاع الحلة. هنحط الغطا دلوقتي ونولع عليها النار، اسيبها تغلي وبعد كده هنوطي عليها. حبايبي دلوقتي قرب على السوا ان شاء الله. بصوا اهي اهي المقلوبة بتاعتي، لسه فاضل لها تقريبا 5 دقايق. هسيبها كده وايه لسه هشغل، هحمر الفراخ بتاعتي برضو. اهو قدمنا الطبق بتاع المقلوبة وقلبناها، اهو فوقها الخضار والفراخ محمرة على جنب. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. تحطيها في الوش، تحطيها في الوش.